طيب احمد، لو اتكلمنا بقى عن يعني يمكن اكتر حاجة بنستخدمها الفترة دي هي الكمامات والجلوفز او الجوانتي. من ضمن بقى الحملة بتاعتكم او المبادرة بتاعتكم، انتوا بتوعوا الناس ازاي يتخلصوا منها بشكل آمن وصحي، ممكن تعرفنا ازاي؟ طيب هو طبعا يعني احنا كنا بادئين الاول عن الكمامه بشكل عام، لكن مع تطور الاحداث ووجود الكورونا في مصر حولنا جزء من الوعي المجتمعي بتاعنا يعني عن النفايات الطبيه وازاي الناس تكون بتستخدمها بشكل صح وتتخلص منها بشكل صح علشان ما نكونش بننشر العدوى واحنا مش كافيين. فاحنا بنحاول نوعي الناس انه في ناس بتلبس الكمامات والجوانتيات من غير ما تتاكد من نظافة ايديها بشكل كويس، فده ممكن يعرضها يعني ممكن واحد يكون قصده ان هو يحمي نفسه فيعرض نفسه لأذى لانه ما بيطمنش من سلامة ايديه في الاول وما بيطمنش من سلامة الكمامة وبيلبسها بشكل مش صح. يعني في ناس احنا بنحاول نعلم الناس ازاي تستخدم الكمامة بشكل صح او تتخلص منها بشكل صح، ان هي تتأكد من نظافة ايديها وان هي تتخلص منها بالشكل الصح من الاماكن الصح. يعني ان انت تستخدم الشريط المصطفي اللي الناس بتلبسه على ودانها، مش تمام. ان انت تتخلص منها من الجزء القماش، علشان الجزء القماش ده هو اكثر جزء بيكون حامل يعني للجراثيم اللي موجوده في الجو، فالناس تتخلص منها بشكل صحيح وتتاكد ان هي موجوده في ثلاث قمامة مغلقة مش مطلقة في الهواء علشان الجراثيم اللي موجودة اللي انت بتتعرض لها من الشارع تكون بتنتشر لعمال النظافة او بتنتشر كمان في الجو، او تتأكد ان انت حاططها في حاجة مغلقة حتى لو جوه يعني ثلاث قمامة مش محكمة الغلق. عظيم جدا.